شاور الدكتورات باقي تقدر تعمل الدكتورات في اليبو هاي ياخذ معاهم جو بهي. طبعا تسيير القافلة اليوم لبلدية الرجبان اللي هي الغرض منها طبعا الكشف عن أطفال الاحتياجات الخاصة والتوحد بالدرجة الأولى، وبعدين إن هي 2-1 عقد اتفاقية مع بلدية الرجبان ومستشفى الرازي. طبعا عندنا معها اتفاقية إن هو إن شاء الله استحداث أو فتح عيادة نفسية تخدم منطقة الجبل الغربي بكاملة، وهذا إنجاز كبير لمنظمة زدني علما باتفاقية مع مشفى الرازي بحضور عميد البلدية السيد عثمان الشعباني. احنا اليوم بحضور نخبة من الأخصائيين والاستشاريين طب الأطفال والسكري والتغذية العلاجية والجلدية وطب الأعصاب الأطفال وعدي النساء الأورام الثدي غيرها من التخصصات طبعا، والحمد لله يعني لاقت إقبال وصدى واسع من الأهالي. تمنينا يكون أكثر يعني حتى المناطق المجاورة يكونوا موجودين. غرض من هذه هي تقديم الخدمة لأبنائنا وأهلنا في مناطق الجبل. منظمة زدني علما من ضمن أهدافها هي الرعاية واهتمام بالشرائح المجتمعية في كل مناطق ليبيا. تسيير هذه القافلة جاء بالاتفاق مع البلدية ومشفى الرازي وعدد من الأطباء الاستشاريين طب الأطفال طب الأعصاب، أطباء متعاونين أطباء من داخل المنظمة. منظمتنا طبعا منظمة زدني علما للثقافة والتدريب والتنمية، تعنى بكل البرامج التوعوية والتدريبية والتنموية الهادفة اللي هي تخدم الصالح العام. كل ذهبنا في زيارات وقوافل طبية إلى وصلنا إلى الجنوب لأوباري وبنت بيا والغريفة بالتعاون مع بلدية الرجبان، وعندنا تسيير قافلة طبية قوافل طبية للكشف على أطفال المدارس ورياض الأطفال في طرابلس في مناطق السراج حي الأندلس مناطق الرجبان. كان فترة فاتت إن شاء الله تول الفترة الجاية اللي هي القافلة الثانية حتكون معدة لبلدية الجميل بإذن الله. وهذا عندنا من ضمن البرامج اللي هي واخدتها المنظمة هي هذه القوافل بوجودها النخبة الكبيرة. طبعا اليوم مشفى الرازي بارك الله فيهم كان على رأس الوفد الدكتور محمد غوار مدير عام المشفى بتقديم الأدوية لأمراض السكر والأدوية الأعصاب والنفسية. كل من يخش للعيادات وكشف هو اسمه مدون عندنا وعند البيروشيتات حيصرف له العلاج بإذن الله. بصراحة البرنامج كان منسق مع بلدية الرجبان ومستشفى الرازي ومنظمة زدني علما للثقافة لتسيير هذه القافلة للرجبان لمعرفة بعض الأمراض، وخاصة معنا أطباء من الأعصاب استشاريين أعصاب وأطباء من النساء وأطباء من النفسية، وهذه بادرة يعني نعمل أنها تعم كل المناطق في ليبيا، لأن هذه توصيل الخدمات لناسنا وأهلنا في الرجبان وفي كل مناطق ليبيا. الحقيقة يعني استجابة الأطباء وخاصة مستشفى الرازي لهذه البادرة حتكون لها مردود طيب على الأقل معرفة شنو موجود في هذه المنطقة. والله الحقيقة هي يوم متكامل يعني بس، فلكن إن شاء الله حتكون زيارات يعني قادمة أكثر إن شاء الله بإذن الله، خاصة أن أطباء أمراض الأعصاب موجودة بكثرة، يعني نعمل أنها تكون على الأقل في مركز العلاج الطبيعي لتمتع أطفالنا بالعلاج الطبيعي هنا إن شاء الله.
دكتور الأعصاب عن طبعا هذه القافلة الطبية اللي انطلقت اليوم إلى بلدية الرجبان جاءت بناء على الاتفاقية اللي عقدتها المنظمة اتفاقية العمل والشراكة بين منظمة زدني علم الثقافة والتدريب والتنمية ومستشفى الرازي للأمراض النفسية والعصبية. كنا اليوم طبعا عندنا مجموعة من الاستشاريين في الأعصاب والأمراض النفسية بالإضافة إلى أخصائيين في أمراض السكري والباطنة وأيضا أمراض الأعصاب والتغذية العلاجية. طبعا هذه القافلة جاءت هنا لتقريب الخدمات أيضا للاطلاع على أرض الواقع من قبل مستشفى الأمراض النفسية لإمكانية فتح عيادة نفسية داخل بلدية الرجبان. نشكر أيضا مستشفى الرازي لتعاونهم معنا ولتسيير هذه القافلة ولأهالينا في بلدية الرجبان وعميد البلدية وأعضاء المجلس البلدي لحسن الاستقبال وكرم الضيافة. نحن نسير قافلة طبية بإذن الله تعالى تتكون من 6 أطباء في جميع التخصصات وبالأخص في الأمراض النفسية لتقديم خدمات أو لتقريب الخدمات لمدينة الرجبان. كانت هذه البادرة وهذه الفكرة عن طريق منظمة زدني علما وهي منظمة ليبية بحتة بالتنسيق مع السيد عميد بلدية الرجبان لإمكانية زيارة المدينة وافتتاح عيادة لتتبع مستشفى الرازي في مدينة الرجبان. الإمكانيات بإذن الله تعالى من عناصر طبية وقوة بشرية موجودة بإذن الله تعالى لإمكانية تدريب 4 عناصر أطباء من مدينة الرجبان لسد العجز اللي في موجود في داخل المدينة. ثم اتفقنا على تدريب العديد من العناصر من التخصصات النفسية والاجتماعية. سنشرع بإذن الله في المدة القادمة بتسيير قافلة أخرى من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين لإجراء اختبارات للذكاء لأطفال التوحد ولذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقات الذهنية. نأمل بإذن الله تعالى أن نغطي كافة المنطقة الغربية بالكامل من هذا التخصص. نعتمد حاليا في إقامة عيادة تبع المستشفى داخل المدينة إلى تقديم هذه الخدمات. ثم سوف تشرع البلدية بمخاطبة وزارة الصحة والسادة المسؤولين في إمكانية افتتاح عيادة خاصة أو عيادة تتبع وزارة الصحة. نحن حاليا نقدم خدمات مبدئية نفسية جليلة لكل المستفيدين داخل بلدية الرجبان والمناطق المجاورة لها بإذن الله تعالى. We'll be right back.